الموضوع اللي بعدين نحكي عنه طلبنا عن المالجنت ليفر تيومر. المالجنت ليفر تيومر هي موجوده عند الميل اكثر من الفيميل ان جنرال. المالجنت ليفر تيومر يا بيكون برايمري يعني منشا من الليفر، برايمري اوجن من الليفر، او ممكن يكون سكندري. السكندري هو اكثر نسبه، السكندري اكثر من البرايمري بنسبه 20 الى 1، يعني 20 مره اكثر السكندري من البرايمري. السكندري منشأه يا بيكون من جي اي تراك زي الكولوركتال كانسر نمبر 1 او موست كومن، او يمكن يكون مره جي اي تراك زي اللانج كانسر مثلا. بس البرايمري، شو البرايمري؟ بالنسبه للسي تي سكان فايندينج في السكندري بتكون شو معناها هايبروسكولرايزد ايش ليجن في السكندري ميتاستاتيك، اما في البرايمري بتكون هايبروسكولرايزد ليجن يعني الفاسكولاريتي بتكون عاليه. الموست كومن تايب اوفر اول هيباتوكارسينوما هيباتوما، اذر تايب في عندنا الاجسركوما او هيباتوبلاستوما. هيباتوبلاستوما موست كومن عند الاطفال. الريسك فاكتور، طلعوا الريسك فاكتور، هل السكس هو ريسك فاكتور ياس الميل؟ لاحظوا هنا الميل اكثر من الفيميل. عندنا الكرونيك ليفر ديزيز، كرونيك ليفر ديزيز هو موست كومن كوز اوف هيباتوسيلولار كارسينوما او موست كومن كوز اوف برايمري ليفر كانسر. موست كومن كوز برايمري ليفر كانسر بالتحديد هيباتوسيلولار كارسينوما هو ايش؟ كرونيك ليفر ديزيز. ارجوك ركزوا، الكرونيك ليفر ديزيز شو بتعمل لنا نوع الكانسر؟ بتعمل لنا هيباتوسيلولار كارسينوما، بتعمل لنا ايش؟ هيباتوسيلولار ايش كارسينوما. طب هل الكرونيك ليفر ديزيز بيعملوا لنا هيباتوبلاستوما؟ لا. هل الكرونيك ليفر ديزيز بيعملوا لنا انجيو ساركوما؟ كمان لا. عين انتبه، الانجيو ساركوما بتيجي اكثر مع الكانسيروجين، هي هذول الكيميكال كالسيروجينز، كالسيروجين المواد المسرطنه زي الافلاتوكسين زي المايكروسيستين زي الفينيل كلورايد، هذولا غالبا اسيتو انجيوسركوما، بيجوا هيباتيك انجيوسركوما. هذولا غالبا امراض بيكون امراض مهنيه بالمصانع، بالناس بيشتغلوا بهاي الاشياء. الافلاتوكسين هاي بتيجي مع ضمن سم موجود في احد انواع الفطر المشروم. يعني بشكل عام هذولا الكيميكال كارسينوجينز هذولا بيعملوا لنا انجيوسركوما، هذولا ميجر ريسك فاكتور للانجيوسركوما، هذولا ليسوا ريسك فاكتور للايش؟ للهيباتوسيلولار كارسينوما. ارجوك ركزوا، هيباتوسيلولار كارسينوما لا، هذولا مش ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما، ولا لا ولا للهيباتوبلاستوما، ولا للهيباتوبلاستوما، مش للهيباتوبلاستوما للهيباتوهولا، هم للانجيوسركوما. هسا طب شو ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما؟ هي الميل اكثر من الفيميل. الكرونيك ليفر ديزيز، كرونيك ليفر ديزيز هذا ميجر ريسك فاكتور. مين هم اهم كرونيك ليفر ديزيز؟ هيباتيتس بي فيروس، هذا موست كومن كوز اوف هيباتيتس كارسينوما اوفر اول، موست كومن كوز اوف هيباتيتس كارسينوما اوفر اول. هيباتيتس سي فيروس يمكن كمان، ليفر سيروزس، ليفر سيروزس هذا كمان ميجر ريسك فاكتور. ايرون اوفر لود، ايرون اوفر لود هو موست كومن انهيريتنت كوز اوف هيباتيتس كارسينوما، اكثر سبب انهيريتنت وراثي بيؤدي الى هيباتيتس كارسينوما الايرون اوفر لود، بسموه هيريتري هيموكروماتوز. هسا في عندي هون مرض انا مش حاطه، مين هو؟ مرض الويلسون ديزيز. الويلسون ديزيز حط لكم عليه معلومه، ويلسون ديزيز هسا كاتب لك انه هو نوت ريسك فاكتور. هو في بعض الكتب، بعض المصادر كاتبه اتس نوت ريسك فاكتور، وبعض الكتب كاتبه انه هو فيري مينيمال ريسك فاكتور، يعني هو ليس ميجر ريسك فاكتور، على العكس من الايرون اوفر لود اللي هو هيريديتري هيموكروماتوز. هيريديتري هيموكروماتوز هو ميجر هيريديتري ريسك فاكتور فور شو اسمه يعني هو لو حكى لي موست كومن جينيتك ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما، الجواب بيكون شو ماله؟ اللي هو ايرون اوفر لود هيريديتري هيموكروماتوز اند الفا 1 انتريبسين ديفيشنسي، هذول اهم هيريديتري بيؤدوا الى هيباتوسيلولار كارسينوما اللي هو ايرون اوفر لود طبعا نمبر 1 وبعدين الفا 1 انتريبسين ديفيشنسي. طب الويلسون هل يمكن يكون ريسك؟ بعض الكتب كاتبه خاصه ريسنتلي بيحكوا انه في بعض المرضى الويلسون صار عندهم ليفر كانسر هيباتوسيلولار كارسينوما، ولكن هو انكومن، هو ايش؟ انكومن. الامر الثاني في مرض اسمه برايمري بيلياري سيروزس، برايمري بيلياري سيروزس، برايمري بيلياري سيروزس، برايمري بيلياري سيروزس كمان هذا مينيمالي او هو ريرلي كومبليكيتد باي هيباتوسيلولار كارسينوما، برايمري بيلياري سيروزس، على العكس من البرايمري سكلروزنج كولنجايتس. برايمري سكلروزنج كولنجايتس، برايمري سكلروزنج كولنجايتس هو يعتبر ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما، برايمري سكلروزنج ايش كولنجايتس. لذلك نركز، برايمري بيلياري سيروزس ريرلي كومبليكيتد بهيباتوسيلولار كارسينوما، والويلسون ديزيز كمان ريرلي كومبليكيتد للهيباتوسيلولار كارسينوما. بلاش كلمه نوت ذي ار نوت، لا هم ريرلي كومبليكيتد باي هيباتوسيلولار كارسينوما. اذا قارناهم مع مرض الهيريتري هيموكروماتوزس، هيريتري هيموكروماتوزس اكثر من الويلسون. اذا قارنت البرايمري سيروزس مع البرايمري سكلروزنج كولنجايتس، برايمري سكلروزنج كولنجايتس بيعمل بيجي مع جول بلادر كانسر، بيجي مع هيباتوسيلولار كارسينوما البرايمري سكلروزنج كولنجايتس. نكمل هسه اللي في عندنا الدراجز، دراجز زي الاو سي بي، او سي بي علاقتها مع الهيباتوسيلولار كارسينوما علاقه ديبيتابل، بس علاقتها مع الادينوما علاقه واضحه و100% انه الهيباتيك ادينوما موست كومن كوز لها الاو سي بي. ولكن هل الاو سي بي از ميجر ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما؟ لا. ايش؟ لا، هاي انتبهوا لها. لا
ستيرويد ستيرويد از ريسك فاكتور بيعتبروا هرمون ريبليسمنت ثيرابي بيعتبروا كمان ريسك فاكتور سموكينج از ريسك فاكتور يس ولكنه ليس ميجر ريسك فاكتور الميجر السموكينج هو ميجر ريسك فاكتور للبنكرياس كانسر بس مش للهيباتوكارسينوما الكحول يعتبر ريسك فاكتور اللي هو الكوليك ليفر ديزيز طبعا يعتبر هيباتيك ادينوما يمكن هو البرايمري بنان تيومر الوحيد اللي ريسك فاكتور للهيباتوكارسينوما هو الهيباتيك ادينوما هيباتيك ايش ادينوما الكيميكال كارسينوجين اللي هم زي الأفلاتوكسين زي المايكروسيستين زي الفينيل كلورايد هذول ريسك فاكتور للأنجيوسركوما ننتبه طلاب إذا جاب لي سؤال all of the following are risk factor for hepatic carcinoma except إذا جاب لي فينيل كلورايد أو مايكروسيستين هذول ريسك فاكتور للأنجيوسركوما وليس للهيباتيك كارسينوما هاي ننتبه لها طلابنا أو كتب لي all of the following are risk factor for أنجيوسركوما except إذا حط لي هيباتيتس بي أو هيباتيتس سي هيباتيتس بي هيباتيتس سي بيعملوا هيباتيتس كارسينوما ما بيعملوا أنجيوسركوما هاي النقاط تقولها تيجي كثير في الامتحانات بيجيب لك سؤال مظهره انه سهل ولكن فعليا بدك تكون تمركز فيه لانه شوي فيه شويه تفاصيل ارجوكم انكم تركزوا عليه طلابنا الاعزاء هسه ننتبه طلابنا هون في بعض الاشياء شوي مش مذكوره هون شو الاشياء مش مذكوره هون في عندي state of insulin resistance في عندي شيء اسمه state of insulin resistance بدكم تضيفوها اللي هي insulin resistance هذا state of insulin resistance وين بنلاقيه من الانسولين ريزيستنس ار ريزيستنس يعني هذا بنلاقيه في الاوفر ويت اوفر ويت او بنلاقيه في الاوبيز في الناس الاوبيز بنلاقيه عند الناس اللي عندهم اللي هي نان الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز نان الكوهوليك اللي هي كلمه نفلد نان الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز ويمكن ان نلاقيه كمان بحالات الناس اللي عندهم ميتابوليك سندروم والناس اللي عندهم اللي هو دي ام الناس اللي عندهم ايج ديابيتس ايش ميليتس هذول هم ما بسموهم اللي هو ستيت اوف انسولين ايش ريزيستنس ارجوك ركزوا عليهم اللي هو اوفر ويت اوبيز نان الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز اند دي ام هذول هل هذول يعتبروا ريسك فاكتور للليفر كانسر يس يعتبروا شو مالهم ريسك فاكتور للهيباتشر كارسينوما ارجو انكم تركزوا عليهم اللي هم ستيت اوف انسولين ريزيستنس لاحظوا دي ام نحكي عن دي ام نحكي عن اوفر ويت عن اوبيزيتي الاوبيزيتي بجوز مذكوره ما بعرف اذا ذكرها انا لا بجوز مذكوره هون لا اوبيزيتي هو ريسك فاكتور ننتبه طلابنا في عندنا نان الكوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو نان الكولي هذا فيري كومن الكوليك فاتي هو ريسك فاكتور للهيباتوك سيروما اضافه للايش نان الكوليك فاتي هذول اربع شغلات لهم علاقه بالانسولين ايش ريزيستنس الهيباتايت الفايرال هيباتاتس فيري امبورتنت في عندنا هيباتاتس في هيباتاتس سي هيباتاتس دي هيباتيتس دي فيروس هو اصلا بيجي مع البي فالهيباتيتس دي يعتبر ريسك فاكتور يعتبر ايش اذا جاب لي هيباتيتس دي فيروس هذا صح هي يعتبر ريسك فاكتور هسه الامر اخر بدنا نركز عليه اللي هو هسه لو طلعوا اجى بالامتحانات طلعوا بدي اخذ بس انا بلانك بيبر واعلم عليها اذا حكى لي شو هم في عندي انا طلعوا في عندي انا 80% من حالات الهيباتوك كارسينوما بتيجي مع advanced liver cirrhosis مع advanced liver cirrhosis اللي هو advanced ايش liver cirrhosis advanced liver cirrhosis تيجي مع advanced liver cirrhosis عندي 20% بيجوا without advanced liver cirrhosis هسه بشكل عام في عندي انا major risk factor في عندي minor risk factor minor ايش risk factor الميجر risk factor مين هم الميجر risk factor في عندي على راس القائمه خاصه المرضى اللي عندهم ادفانس ليفر سيروزس المرضى اللي عندهم ادفانس ليفر ايش سيروز هنا هذا الحكي طبعا كله عن ركزوا طلابنا عن ال HCC هيباتوكول كارسينوما في عندي انا اللي هو ميجر 5 risk factor شو هم ال 5 risk factor في عندنا viral infection اللي هو هيباتيتس بي فيروس هيباتيتس بي فيروس هو most common cause overall most common cause حتى عند المرضى عندهم ادفانس ليفر سيروزس في عندنا هيباتيتس سي فيروس هيباتيتس بي او الدي لانه الدي اولويز بيجي مع كوفيروس بيجي مع البي في عندنا غير الفايرال في عندنا اللي هو الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز افلد الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو الكوهوليك ليفر ديزيز وفي عندنا النن الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز هذا امراض بسموه نن الكوهوليك ستياتو هيباتيتس سموه الناش من الكوليك ستياتو هيباتيتس وهذا سموه ناش اللي هذا اللي سموه نفلد وفي عندنا كونجينيتال مين هم الكونجينيتال مرضين رئيسيين احنا بنركز فيهم الكونجينيتال هيريديتري هيموكروماتوزس هو نمبر 1 هو الموست كومن كونجينيتال او في عندنا الالفا 1 انتي
تريبسين ديفيشنسي. طب في غير كونجنيتال؟ يس، في عندنا الويلسون ايش ديزيز، في عندنا سيستيك فايبروزس، ولكن هل هذول كومن كوز او كوملي كومبليكيتد باي هيباتوسركوسوما؟ لا، هذول انكوملي ريرلي، هذول ريرلي كومبليكيتد باي هيباتوسركوسوما، الويلسون ديزيز والسيستيك فايبروزس مثلا، هذول هم الميجر الخمسه. ارجوكم ركزوا، هيباتيتس بي فيروس انفكشن، هيباتيتس سي فيروس انفكشن، اند الكوليك فاتي ليفر ديزيز، نان الكوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو ناش، نان الكوليستاتيكس او كونجنيتال اللي هو ريتينوماتوس اند الفورم. هذول هم الخمسه الرئيسيات، الرئيسيات اللي بيجوا معهم اصلا غالبا بيجوا معهم ادفانس، غالبا هذول بيجوا معهم ادفانس ليفر ايش سيروزس، بيجوا معهم ادفانس ليفر ايش سيروزس. طب اذا كانت وذاوت هذول بيكون 20% من مرضى الهيباتو سيلولار كارسينوم، 20% بيجوا وذاوت ادفانس ليفر سيروزس. هذول اللي وذاوت ادفانس ليفر سيروزس بايش بنفكر طلابنا؟ بنفكر فيه كالاتي بحالات هذول اللي هم 20% اللي بيجوا without advanced liver cirrhosis، شو هم الميجر ريسك فاكتور لهم هذول؟ الميجر ريسك فاكتور لهم هذول، الميجر ريسك فاكتور هو في عندنا هيباتاتس بي فيروس انفكشن، هيباتاتس بي فيروس انفكشن هذا لا يزال هو موست كومن حتى لو كنا نحكي without advanced liver cirrhosis. في عندنا التعرض الى بعض انواع التوكسن زي الافلاتوكسن، الافلاتوكسن يمكن تؤدي الى باسوكسون، يمكن تؤدي الى انجيوساركوما الافلاتوكسن، اما الباقيين زي الفينيل كلورايد والباقيين الكانسيروجين بيأدوا إلى أكثر لا زي السستين أو ال حكينا لكم يوم هاي هون طلابنا الله هاي موجودين هنا اللي هم في عنا الأفلاتوكسين، في عنا المايكروسستين، في عنا الفينيل كلورايد. المايكروسستين الفينيل كلورايد بيعملوا أنجيوساركوما، هم هذول الكالسين هم عبارة عن نسميهم كارسينوجين، عبارة عن مواد سرطان، هذول هم ميجر ريسك فاكتور للأنجيوساركوما، ولكنهم يعتبروا ماينر ريسك فاكتور للهيباتوسيلولار كارسينوما، يعتبرهم ماينر، خاصة هذول يمكن يؤدوا إلى هيباتوسركوسونوما without liver cirrhosis، without إيش liver cirrhosis. هسا ننتبه طلابنا إنه الميجر لا هذول مجموعة 20% اللي بيجوا without liver cirrhosis، without advanced liver cirrhosis بدون تشمع في الكبد. في عنا أول إشي الهيباتاتس بي فيروس انفكشن، ثاني إشي أفلاتوكسن التعرض للأفلاتوكسن، وفي عنا اللي هي كمان اللي هو الدراج انديوست، اهم دراجز زي في عنا بعض ادويه الاستيرويد ثيرابي اللي باخذوها بيلعبوا حديد، باخذوا استيرويد، هاي الاستيرويد ثيرابي يمكن تؤثر على الليفر وتعمل لنا حتى شو اسمه هيباتوسيلولار كارسينوما. هذول هم بشكل عام. هسه في عنا ماينر ريسك فاكتور، ماينر الميل يعتبر، الميل مقارنه مع الفيميل، سموكينج تباك سموكينج يعتبر هو من الريسك فاكتور انه ماينر. بشكل عام الاي اذر في عندنا اوتيومون هيباتايتس هذا من الريسك فاكتور لكن نعتبره من الماينر. في عندنا زي ما حكينا ستيت اوف انسولين ريزيستنس، حالات الانسولين ايش انسولين ريزيستنس، الانسولين ريزيستنس هذا بيجي مع الدي ام، بيجي مع الاوفر ويت، بنلاقيه مع الاوبيزيتي، مع الايش الاوبيزيتي، مع الميتابوليك سندروم، مع الميتابوليك ايش سندروم. ولكن الانسولين ريزيستنس بنلاقيه بالهذا بالنون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، لأن الكوليك فاتي ديزيز يعتبر ميجر، يعتبر ايش ميجر، وبيجي معه طبعا ايش بيجي ضمن هذه المجموعه، ضمن ال 80% بيجي معهم ادفانس ليفر سيروز، فهي ننتبه لها طلابنا. في عندنا اذر ريسك فاكتور زي مثلا الماينر زي السيستيك فايبروزس جينيتيك او زي الويلسون ديزيز، مرض ايش ويلسون ديزيز بنعتبره ايش ماينر، هاي ننتبه لها طلابنا. بشكل عام ننتبه لهذه النقاط، يعني بيسألوا عنه كثير في الامتحانات، أرجو أنكم ما تخربطوا فيه، يعني بيسألوا عنه كثير بالامتحانات فما نخربط فيه لأنه بيسألوا عنه كثير في الامتحانات. طيب هسا نيجي نحكي عن نرجع بس النقطة اللي احنا كنا عندها اللي هي شو هو الساين أند سيمبتوم، ما هو الساين أند سيمبتوم؟ رايت أبر كوادرنت بين، جوندس، اصفرار، ويت لوس، فقدان في الوزن، فيفر، حرارة. من احد اسباب الفيفر هو النون اورجين هي الهيباتوسركوسوما او الليفر كانسر، هيباتوميجالي، اسايتس وذ بلاد اللي هو هيموراجيك اسايتس، بارانيوبلاستيك سندروم، بارانيوبلاستيك سندروم زي الهايبوغلاسيميا، كل انواع الكانسر بيجي معها هايبوغلاسيميا ما عدا البنكرياتيك ادينوكارسينوما، بنكرياس كانسر بيجي معها هايبرغلاسيميا لانه بصير عندنا انسولين ديفيشنسي، هايبركالسيميا كل انواع الكانسر بيجي معها هايبركالسيميا ما عدا المجلد الثيرويد كانسر، المجلد الثيرويد كانسر بيجي معها هايبوكالسيميا، اريثروسايتوزس يمكن يجي معهم انيميا يمكن يجي معهم اريثروسايتوزس. ليش اريثروسايتوزس؟ لانه في عندنا بالليفر شيء اسمه اريثروبروتين، اذا الورم كان بفرز اريثروبروتين راح يصير لنا اريثروسايتوزس يعني بوليسيفيميا. المتس وين موست كومن سايت للمتس للبرايمري ليفر كانسر؟
البريمري كانسر بيعتمد على اللنج، فهي مهمة جدا. موست كومن سايت مثل اللنج، يمكن يروح للبون، يمكن يروح للبرين، يمكن يروح للبريتونيوم. الانفستيجيشن اي ال بي بيكون عندهم عالي، البيلروبين بيكون عندهم عالي. تيومر ماركر، شو هم التيومر ماركر؟ الفا الفا فيتو بروتين، انكريز الالفا فيتو بروتين، هذا مستخدم للفولو اب اوف تريتمنت. دائما التيومر ماركر ما نستخدمه للتشخيص الا بكانسر واحد هو البروستات كانسر، نستخدم البروستات سبيسيفيك انتيجين للتشخيص. اما بشكل عام باقي الكانسرات التيومر ماركر تبعهم للفولو اب مش للتشخيص. فولو اب تريتمنت يعني فولو اب تريتمنت، اذا احنا عملنا استئصال جراحي او اعطينا كيموثيرابي، الاصل بعد نطلب التيومر ماركر قبل التدخل وبعد التدخل. الاصل بعد التدخل شمال التيومر ماركر يبلش يقل لدرجه انه يختفي اذا احنا سيطرنا او قلنا او عملنا استئصال كامل للورم. فهذا الالف اذا بلش التيومر ماركر بلش يعلى بعد الاستئصال الجراحي او بعد الكيموثيرابي، هذا دليل ريكرنس انه مره ما نعرف رجع او استئصال كامل مش استئصال كامل او المرض اوريدي هو ميتاستاتيك. الفا الفا فيتو بروتين هذا ريسك فاك، هو عباره عن تيومر ماركر للهيباتوما كارسينوما. البي اف سي از ذا جولد ستاندرد فور دايجنوس اوفر اول تريتمنت، واز ذا تريتمنت سيرجري از ذا بيست السيرجري. هل مرضى الهيباتوما كارسينوما مرضى الليفر كانسر هم كيور هم ريزكتبل؟ لا، هم ريزكتبل فقط ب 10%، بس 10% of the patient have resectable tumor، يعني بيكونوا operable، يعني resectable بيحتوي على tumor قابل للجراحة أو الجراحة فيه راح تكون جراحة curative surgery. واضح 90% هم unresectable، يعني بيكون advanced metastatic liver cancer، advanced metastatic واصل لللنج، واصل للبون، واصل للبرين. هسا liver cirrhosis is contraindicated for tumor resection. إذا كان المريض liver cirrhosis، خاصة إذا كنا نحكي عن شاد بيو سي، شاد بيو سي يعني ليفر سيروز درجة الثالثة سي، هذولا كونترا اندكيتد نعملهم سيرجري. ليفر سيروز نن سيرجيكال اللي هو كيموثيرابي او راديوثيرابي مرات نلجأ. البروجنوز بشكل عام اسبور بروجنوز اوفر اول اسبور بروجنوز بشكل عام، كل جي افريفنسي بور ما عدا الكودريكتال كانسر، هي قاعدة عامة نعرفها ننتبه لها. نوت ملاحظة، الويلسون هو ميجر ريسك فاكتور؟ لا، الويلسون بيعتبروه ماينر. غير كومبليكيتد باي هيباتوما كارسينوما برايمري بيلاري سيروزس، هل هو ميجر؟ لا، هو يعتبر ماينر. غير كومبليكيتد باي هيباتوما كارسينوما، هذول على الرغم انهم بيعملوا لنا ليفر سيروزس الا انهم غير كومبليكيتد باي هيباتوما كارسينوما. هم صح بيعملوا ليفر سيروزس الويلسون والبرايمري سيروزس، ولكن غير كومبليكيتد باي هيباتوما كارسينوما. بلاش كلمه انه ذي ار نوت، هم ريسك فاكتور، في بعض الكتب كاتب انه ريسك فاكتور، ولكن هم ذي ار not a major risk factor. الميجر ريسك فاكتور برجع بذكركم، في عندي انا 80% من المرضى بيجوا معهم ادفانس ليفر سيروزس، 20% without ادفانس ليفر سيروزس. شو هم الميجر ريسك فاكتور لهي المجموعه with ادفانس ليفر سيروزس؟ هيباتيتس بي فيروس هو نمبر 1 سواء with ادفانس ليفر سيروزس او حتى without ادفانس ليفر سيروزس. هيباتيتس سي فيروس، هيباتيتس دي طبعا بتيجي مع البي دائما. الكوليك فاتي ليفر ديزيز ضمن المجموعه الادفانس ليفر سيروزس. نال الكوليك فاتي ليفر ديزيز اللي زي الناش، نال الكوليك ستياتو هيباتاتس كونجنيتال اللي هم الفا 1 انتريس انشنسي انهيريتري هيموماتوز الكونجنيتال. طب اذا كانت وذاوت ادفانس ليفر سيروز او وذاوت ليفر سيروز، نرجع هيباتاتس بي فيروس هو اتش بي في، هيباتاتس بي فيروس هو الموست كومن كوز. في عندنا افلاتوكسين اكسبوجر وفي عندنا ستيرويد اكسبوجر او دراج اندوس ستيرويد ايش اكسبوجر. طب شو الماينر ريسك فاكتور الميل؟ ماينر ريسك فاكتور الايج، الاولد ايج يعتبر ماينر ريسك فاكتور، هو ريسك فاكتور لكنه ماينر. سموكينج يعتبر ماينر ريسك فاكتور. الانسولين ريزيستنس زي الدي ام، زي الاوبيزيتي وزي الاوفر ويت، هذول كلهم نعتبرهم من الايش ماينر ايش ريسك فاكتور. سيستيك فايبروزس ويلسون ديزيز يعتبروا ليسوا من الميجر. يعطيكم الف عافيه طلابنا، بنتقابل ان شاء الله في الفيديو البعدي في موضوع الجول بدر كانسر اللي هو سرطان الحويصلة الصفراء. يعطيكم الف عافيه طلابنا الاعزاء.